سكر الأطفال واحد من الأمراض الشائعة اللي بتواجه عدد كبير من الأطفال حول العالم. المرض اللي بيجي نتيجة وجود خلل في البنكرياس. المرض ده بتبان أعراضه على الطفل المريض عن طريق الشعور الدائم بالعطش والجوع والإحساس الدائم بالإجهاد ونقص الوزن. والعلاج الأفضل للمرض ده بجانب حقن الأنسولين ممارسة التمارين الرياضية باستمرار. الغذاء الصحي وتحديدا الفاكهة والخضروات والأسماك. وبكده نقدر نواجه المرض اللي بيمثل مشكلة كبيرة عند نسبة كبيرة من الأسر اللي عندها أطفال. جه معدنا الفقرة الطبية اليومية اللي بتشرفني فيها النهاردة دكتورة منى السماحي أستاذ طب الأطفال رئيس وحدة السكر بجامعة عين شمس، والفقرة متاحة أمام حضراتكم للتواصل عبر التليفون كالمعتاد. أنا برحب بضيفتي الكريمة دكتورة منى السماحي، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. عايز أعرف الأول إزاي بيأثر مرض السكر على حياة الطفل حتى سن يعني الرشد، يعني خاصة لما يصاب بيه وهو لسه في بواكير طفولته يعني. هو الحقيقة مرض السكر يعني بيأثر مش على الطفل أو على الشخص، هو بيأثر على الأسرة كلها، على الأسرة كلها، لأن هو عادة احنا نقول سكر أطفال فممكن يظهر لي في سن صغير جدا. عادة دي بتبقى أسرة شابة لسه متجوزين حديثا، وده أول ابن ليهم مثلا عمره 3 سنين وأصيب بالسكر. فلك حضرتك أن تعرف الشباب دول الأب والأم الصغيرين دول هيبدأوا يواجهوا هذه المشكلة إزاي. كبداية بداية التشخيص بتبقى دايما بدخول مستشفى، طبعا بتبقى صدمة رهيبة في البداية. فإحنا بنحاول من الأول من البداية عند حدوث المرض إن إحنا نحتوي هذه الأسرة ونفهم طبيعة هذا المرض أو هذه الحالة وكيفية التعامل معهم، بحيث ان احنا ما نصلش الى اثار سلبية. دايما حضرتك فكرة التمييز ان انت مختلف، ان انت محتاج رعاية خاصة، دي حاجة مؤذية جدا للكل، مؤذية نفسيا للطفل جدا، رقم واحد. للطفل وللأسرة برضه. فالتدريب العام لما احنا بندرب هؤلاء الاطفال ازاي يتعاملوا مع هذه الحالة، والأسرة إزاي إنها تتقبلها عشان تقدر تتعايش بصورة يبقى عندها رضا نفسي لقبول هذا الوضع. طب عفوا، سكر الطفل زي سكر الكبير؟ مختلفين شوية. هو برضو اختلال في عمل البنكرياس؟ اختلال بس بطريقة مختلفة. الطفل اللي بيحصل إن هذا الطفل عنده استعداد لتكسير خلايا البنكرياس المفرزة للإنسولين، فبالتالي بيحتاج للحقن بالإنسولين على طول من البداية. يوميا ياخد حقنه؟ يوميا بياخد اكتر من حقنه. اكتر من حقنه توصل لكام؟ ممكن 4 حقن في اليوم. احنا عندنا نسب للاصابه في مصر؟ هو السكر في مصر عموما هو 75 مليون شخص مصري عندهم سكر، ده كده كبدايه. انا اسف عايز اقول تعبير بلدي، بتتكلمي جد؟ 75 مليون؟ عدد مش احنا بنتكلم مثلا 10% 20% من عدد سكان؟ يعني عدد انت بتتكلم كبير، رقم كبير حضرتك. المتاسفه 75 على مستوى العالم، على مستوى العالم أيوة. مصر 10% تقريبا. احنا 10 مليون مصري 10 مليون مصري مريض بمرض سكر، ممكن يكونوا 10 مليون بالظبط كده. انما احنا بالنسبه لنا كاطفال النسبه عندنا بتعدي الواحد في الالف، يعني دي نسبه كبيره عالميا، تعتبر نسبة عالية. طبعا احنا من البلاد اللي هي ترتيبنا متقدم في الإصابة بالسكر يعني. يعني احنا الدولة رقم 9 على مستوى العالم في الإصابة بمرض السكر. بمرض السكر والأطفال واخدين ترتيب؟ الأطفال احنا النسبة بالنسبة لنا اللي نقدر نقوله ان احنا 1 في الألف. يعني ايه 1 في الألف؟ يعني مفيش مدرسة ما فيهاش طفل مصاب بالسكر. ده الشرح العام. المفهوم العام عندنا كمصريين ان في شخص مصاب بالسكر اما وزنه زائد او زعل او ابوه وامه كان عندهم سكر. طب طفل بقى، الطفل لسه مولود او بقاله فتره بسيطه،
أيوة. نحيف او رفيع ابوه وامه ما عندهم سكر ما زعلش. تمام جاله السكر ازاي؟ الاطفال الصغيرين او السكر من النوع الاول ما بيشترطش ابدا وجود البدانه وما بيبقاش فيه عامل وراثي. نعم. ما فيش الكلام ده. ده بيبقى خلل في الجهاز المناعي مع استعداد جيني لهذا الطفل للاصابه. فبتبص تلاقي الاسره ما يعرفوش السكر ده خالص، ما عندهمش هذا المرض نهائيا، والطفل وزنه كويس وما عندوش اي مشكله. ده السكر من النوع الاول. السكر اللي من النوع الثاني ده اللي بيجي في كبار السن، ده بيبقى الناس عندها بدانه وبيبقى نسبه التوريث فيها عاليه جدا. للاسف هذه نوعيه من الاصابه اللي هو السكر من النوع الثاني ما كناش بنشوفها في سن الاطفال، كنا بنشوفها عند السن الكبير. بدات تظهر لنا في سن المراهقين اللي هم من اول 10 الى 11 سنة. تفتكر حضرتك بسبب العادات الغذائية الحديثة دي اللي ما بقتش حديثة اللي بقى 20 سنة طبعاً دي ممكن تؤدي لإصابة بالسكر؟ تمام طبعا، هي البدانة ده وباء يتلي على طول الإصابة بالسكر من النوع التاني. طب أنا هتوقف عشان أخد اتصال تليفوني. محمد من مدينة نصر، اتفضل يا أستاذ محمد. أستاذ محمد مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتفضل. والله انا عايز اسال الاول، ايه هي الاعراض، ايه هي الاعراض اللي تبين ان يكون الطفل عنده سكر ولا لا؟ ده اول حاجه. تاني حاجه، هل الطفل ده بقى عامل وراثي؟ عشان يبقى الطفل نفسه في سن مبكر بيبقى عنده مرض سكر يعني؟ شكرا. انا الجزء الاولاني كاعراض، هو الطفل بيبقى شاعر باجهاد، بيشرب ميه كتير جدا، بيدخل الحمام كتير جدا، بيبقى هزلان او بيفقد وزن برغم ان هو بياكل. دي اعراض عامه. في بعض اعراض تانية تبقى غريبه، يعني طفل كان بيروح المدرسه وبيتحكم في البول بالليل، يبدا ما يتحكمش في البول بالليل. ده عرض تاني. طب عفوا، عرض واحد اتوقف امامه ولا لازم مجموعه اعراض؟ لا، هو ممكن تبقى مجموعه اعراض، بس عاده لا نتوقف على عرض يتكرر. اي عرض يتكرر يبقى فيه مشكله. التبول اللا ارادي بيصيب عدد كبير من اطفالنا. بدا يدخل مدرسه عند سن 6 سنين، نقوم احنا نيجي نقول ايه ده الطفل اصله متضايق ان هو راح المدرسه، او الطفل بيزعلوه في المدرسه. قبل ما اقول ان هم بيزعلوه اعمل تحليل بول. ممكن قوي اكتشف بالسكر. البنات بيجي لها بعض الالتهابات، التهابات كتيره ومش راضيه تخف، ده برضو عرض من الاعراض. انما الاعراض العامه اللي هو التبول الكتير، شرب الميه الكتير، الاجهاد، وفقدان الوزن. طب هل يمكن للاطفال المصابين بمرضى السكر انهم يستخدموا اقراص بديلا عن الانسولين؟ لا. لا حضرتك، ده غير مسموح نهائيا. ليه؟ الاطفال زي ما اتفقنا، اغلب الاطفال بيبقى سكرهم من النوع الاول اللي لازم فيه النوع الاول اللي طبيعه المرض، او المرض حصل ليه؟ حصل نتيجه تكسير خلايا البنكرياس، فانا ما عنديش انسولين خلاص. فلازم يبقى العلاج ان انا ادي الحاجه الناقصه اللي هي الانسولين. الاقراص دي بنديها في الكبار اللي هم عندهم انسولين بس جسمهم بيقاومه، فبدي دواء احسن حساسيه الانسولين. هعتبر ان في عندي طفل اصيب بسكر من النوع الثاني. وارد ان ده يحصل في البدانه، اطفال يعني 10 سنين ووزنه 70 كيلو ولا 80 كيلو، ده كتير جدا. فالولاد دول كان زمان كانوا بيفكروا ان هم يبداوا لهم بالاقراص، انما حديثا لا، اتوجد ان هو برضه هذا الطفل عشان احافظ عليه من البدايه بدون مضاعفات لازم ندي الانسولين من الاول. طيب ازاي احذر انا كام وكاب حتى لا يصاب ابني بمرض السكر؟ يعني حضرتك كلمت في الواقع، الواقعه وقعت. طب أيوة. ما تكلميني على الوقايه. النوع الاول من الصعب جدا الوقايه منه، لانه حاجات كل مش اغلبها مش في ايدينا، زي مثلا الايه الاستعداد الجيني او المناعه الذاتيه الخطا في حاجه في الجهاز المناعي. فدي حاجه صعب ان انا يعني اخلص منها. انما في اسباب تانية ممكن تساعد، زي ايه؟ زي الالتهاب بالفيروسات. عشان كده لو كنت عايزه احمي اطفالي يبقى مهم جدا ان انا اعمل تطعيم كامل. كل التطعيمات اللي تتقال للاطفال لابد ان هم ياخدوها. من الحاجات التانية المهمة جدا للوقاية برضو ان اهتم بفيتامين دال. الفيتامين دال ده من الفيتامينات اللي اظهرت قوة واهمية بالغة في الفترة الاخيرة.
كنا ان احنا بندي اولادنا بس احتياجهم من فيتامين د وبنعرضهم للشمس وبنديهم الاكل الصحي اللي هو بيحتوي على هذا الفيتامين برضو بيرفع لي المناعه. مش عايزين عدوى زياده يعني بقدر الامكان هي اللي زود الاصابه بالنوع الاول هي فكره العدوى. فزي ما اتفقنا التطعيمات دي الحاجه اللي في ايدينا. الحاجه الاخيره اللي هي الرضاعه الطبيعي وتطويل فتره الرضاعه الطبيعي. احنا لما بنبدا نرضع صناعي بدري ونستعجل ده برضو ممكن يكون مسبب للسكر من النوع الاول. ده بالنسبه للنوع الاول. النوع الثاني اللي هو بدا يصيب اطفالنا عند مراحل البلوغ اللي هي سن 10 سنين اللي هو طفل لسه، دي بتيجي من البدانه. اي اب او ام عندهم سكر ووزنهم زياده ياخدوا بالهم على اطفالهم. طيب هنتوقف اخد بس محمد من بابه، اتفضل يا استاذ محمد. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء النور. كنت عايز اسال الدكتوره، بنتي بتعمل بتتبول حوالي مرتين في الساعه او مره كل ساعه، مرتين كل ساعه ونص. عندها كم سنه؟ عندها سنتين. الحاجة المهمة حللنا لها سكر اللي هو بالجهاز، أول مرة كانت شاربة مياه غازية فكان النتيجة 177، بعدها بساعتين النتيجة كانت 128، صومها حوالي 8 ساعات فبقت النتيجة 96. هل ممكن أكون شاكك في سكر أو في أي حاجة من دي؟ إحنا عشان نحدد سكر القراءة عندنا الفيصل صايم 126 او اكتر من 126 لو هي صايمه. الحاجه الثانيه القراءه فوق 200. حضرتك الارقام اللي قلتها ما جبتليش اي رقم من دول. لما صومتها 8 ساعات القراءه طلعت 90 وبعد الاكل بقت 128، فاحنا بعيد عن الموضوع. الموضوع ما فيهوش سكر حضرتك، ما تقلقش. عبير مدينه نصر. الو. ايوه مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا بيك. عايز اسال الدكتوره بس، انا ابني وزنه زايد بقى، كان بيلعب رياضه وبعد كده وزنه زاد لما بطلنا الرياضه، وعندنا يعني والده عنده سكر، فهل هو ممكن يصاب بالسكر وهو عنده 9 سنين؟ حضرتك طبعا لابد ان انت تحرصي عليه. كون الاب عنده سكر والوزن بتاع الطفل زاد يبقى لازم اخد بالي كويس جدا، ده عنده قابلية ان هو ممكن يجيله. الطفل ده لازم احافظ عليه. حضرتك بطلتش الرياضة ليه؟ ده 9 سنين، ده لسه بدري جدا، ده لازم نرجع نلعب الرياضة بتاعتنا تاني، وبقدر الامكان نحاول ان احنا نوضب اكلنا، علشان طبعا الحالة دي بالذات فيها خطورة، ممكن قوي ان يحصل اصابة، فبقدر الامكان نحاول نحميه. يعني هل يمكن لاطفالنا المصابين بالسكر ياخدوا سكر الفركتوز، سكر الفواكه المحلى؟ احنا بنحبش قوي هذه النوعيه من السكريات لانه هو كله بيتحول الى سكر في الدم. فبدل ما بعلمه او احط له علامه ان هو ما يقدرش. هنا بتدوري حضرتك على الجانب النفسي. الجانب النفسي وفي نفس الوقت الجانب العادي، انا كانسان طبيعي كل ما بعيش طبيعي زي اخواتي زي اهلي زي ده اسهل. اسهل من ان انا تبقى لي حاجتي الخاصه. الولاد ما بيحسبوش نقطها، بيقول لك ده سكر فركتوز يعني ما بيعملش حاجه، فبياخدوا منه بكميات مش مظبوطه. وفي نفس الوقت لو الطفل جاله هبوط وجه خد من هذه الانواع من السكريات ممكن ما ترفعليش السكر بنسبه مظبوطه، عشان كده احنا ما بننصحش بيها. احنا بناخد السكر العادي بتاعنا بس ما بنديش كميات كبيره، يعني بدل ما احط 3 معالق سكر في كوبايه الشاي كفايه قوي معلقه واحده. طب احنا كاولياء امور ممكن نتابع الحاله مع اولادنا داخل البيت، الجانب النفسي او الاهتمام، بس الطفل المصاب بالسكر ورايح المدرسه طبعا. ده نعمل معاه ايه؟ هاخد بس محمد من اكتوبر، اتفضل يا استاذ محمد. مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا، مساء النور. انا كان لسه عندي سؤال للدكتوره. اتفضل. انا اولاد اخويا بس والدتهم عندها السكر وهم لسه صغيرين وعملنا تحليل لغايه دلوقتي الحمد لله ما فيش اي بوادر ان هم عندهم سكر او حاجه. عاوز اعرف بس ازاي يبقى في وقايه اكثر ان الاولاد ما يجي لهمش اصابه سكر، عشان عارف ان هو بالوراثه او كده. فلو في امكانيه وقايه يبقى كويس. هي يعني هي مليانه وزنها سكر من النوع الثاني يعني، ولا سكر واخداه وهي صغيره من النوع الاول؟ لا واخداه وهي صغيره. من النوع الاول يعني. يعني بتاخد انسولين اقصد. هي يا فندم؟ بتاخد انسولين. تمام. بتاخد الانسولين. تمام. عاده الاصابه بالنسبه للناس اللي هي جالها سكر من النوع الاول بالنسبه لاولادهم بتبقى اقل كتير جدا من الاصابه من السكر من النوع الثاني،
فحضرتك اطمئن عموما ان شاء الله النسبه قليله جدا، ممكن قوي انها ما تجيش من اساسه، بس عموما زي اي حد عادي احنا بنحاول ان احنا برضو نمارس الرياضه على قد ما نقدر، وناكل اكل متوازن بحيث ان احنا نحافظ على نفسنا من البدانه. بس ده بالنسبه للنوع الثاني. بالنسبه للحاله بتاعت حضرتك بالذات دي ما فيهاش ان شاء الله مشكله، وممكن ما يحصلش اصابه او حاجه. هرجع مع حضرتك للجزء الخاص بالطفل المصاب بالسكر، هيتم التعامل معاه ازاي في المدرسه؟ أيوة. واحنا بنخاف من ان بعيد زمايله يبداوا يعايرون، انت عارفه الاطفال يعني. تمام. ثم ما المطلوب من المدرسه او المدرس؟ يخلوا بالهم ازاي؟ وهل هنا مفروض انا كولي امر اقول للمدرسين ان ابني عنده سكر عشان يتعاملوا معاه بطريقه معينه؟ تمام. هو مهم جدا طبعا ان يبقى في شخص في المدرسه عارف. نعم. يعني في بعض الاسر بتقول لك لا انا مش عايزه الناس تعرف. هو ده مش كويس، يعني هو المفروض ان الناس تعرف، بس لا برضه يعني من حقه ان هو يعمل هو عايزه، انما على الاقل يبقى في شخص واحد في المدرسه، وليكن مثلا المدرس المسؤول، الطبيب المدرسه، اي حد. اي حد يبقى عارف، بحيث ان الطفل لو احتاج حاجه يقدر ان هو يتدخل لانقاذه. دور المدرسه مهم جدا بالنسبه لنا، بالنسبه للولاد. احنا كل المطلوب كحقوق لحقوق هؤلاء الاطفال ان هو طلباته بسيطه جدا، والمدرسه مش عليها اي جهد في التعامل معاه. كل المطلوب ان الطفل ده لو احتاج يروح الحمام في الفصل، لو سمحتم اسمحوا له ان هو يروح الحمام. لو حس ان هو هبطان وقال ممكن اكل الساندوتش، نسمح له ان هو ياكل الساندوتش. لو المدرسه بتوزع بسكوت على كل الولاد، لو سمحتم وزعوا على الطفل بسكوت زيه زي الولاد، مفيش اي نوع من التفريق. لو الولد غلط وهيتعاقب الفصل، هو لا برضو يتعاقب معاهم زيهم. لو في حصة ألعاب، الولد يلعب معاهم حصة ألعاب، مفيش مشكلة، ما عندناش أي نوع من المشاكل. مهم جدا إن احنا برضو نفهم الأولاد الصغيرين، يعني إن احنا نوعيهم إن ده زميلكم، لو جت الفرصة، وإن احنا نقبل بعض. طفل السكر ده طفل طبيعي، ما بيحتاجش أي رعاية غير الإنسولين اللي هو بياخده في البيت. ناخد سمير من المهندسين، اتفضل أستاذ سمير. الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور. ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضل. ما سمعت يا دكتوره، هو تناول الاطفال للحلويات كتير ممكن يصيبهم بالسكر، خاصه يعني لو تناول الحلويات دوت بشكل يعني بكميه كبيره في اليوم يعني. ايوه. هو ده لا، الحقيقه لا، يعني هو مش لو انا اكلت حلويات كتير يجي لي سكر، ما فيش ده فكر، بس يعني فكر مجتمعي احنا متخيلين كده، مش ده الوضع خالص. الوضع ان ده زي ما اتفقنا من الاول، المرض عباره عن خلل مناعي وخلل جيني، فما بيقدرش يتعامل مع يعني الانسولين. بس في المقابل ما نقولش للاطفال يعني كله براحتك. مش معنى كده يعني، دي حاجه ودي حاجه. مش معنى كده ان انا اسمح للولاد ان هم ياكلوا سكريات زياده متواصل، لان ده بيجهد البنكرياس للناس الطبيعيه. يعني ممكن قوي ان انا لو انا عندي استعداد سكر من النوع الثاني، ممكن ساعتها ده يحصل. مهم قوي ان انا اعلم ولادي من الاول، حتى لو انا عارف ان انا احنا ما عندناش السكر ومش هيجي لنا سكر، مهم قوي ان انا ما اخدش كل مصادر الطاقه بتاعتي من حاجات من سكريات. نور من كفر الشيخ. اتفضل. الو. ايوه اتفضل. السلام عليكم. سعاده الله. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور الباشا؟ اهلا بيك. كل سنه وانتم طيبين ومصر خير ان شاء الله يا رب. اللهم امين. لو نبي عند السكر بس للدكتوره. اتفضل. انا ابني عنده 19 سنه، هو داخل على 20، واتفاجئت فجاه لقيت عنده سكر عالي، او لقيته بيدخل الحمام بصفه مستمره كده وخاف. ايوه. فابتديت فابتديت ان انا اروح احلل له، لقيت السكر اوفر خالص في الجهاز العشوائي ده خالص، فالدكتور قال لك روح حلل له تاني، فرحت حللت له لقيت عنده 350 مره واحده، كانت اول مره دي. تمام. وطبعا ابتديت ان اوديه لدكتور اخصائي الغدد والسكر، فقال لي اعمل لي تحاليل، وعمل لي تحاليل تراكمي، لقيت التراكمي عنده 10. ايوه. فطبعا عملت تحاليل، قال لي ده سكر من النوع الاول. تمام. ابتدى يديله نوعين من الانسولين اللي هو جلاندول. تمام. فطبعا اتمشيته بيهم، فالسكر انظبط، وابتدى برضك ان هو ما يحرمش نفسه من الاكل. بس اتفاجئت بحاجه غريبه جدا، يعني بعد 10 ايام من العلاج فبص لقيت عنده السكر نازل ل 86، صايم ل 130 فاطر. تمام. فابتديت ان انا قلت له طب خف الجرعه اللي كاتب له
الصبح 20 الصبح 15 والظهر 12 وبالليل 20. طب سيادتك الدكتور ده بخفه الجرعه اللي بتاع الصبح وبتاع الظهر. فبالفعل خف. طب ماشي السكر على يومين على هذا الوضع ده بنفس الستايل بتاعه، وفجاه برضك لقيته بس هو كان تعرض ل يعني لبعض اكل لا تحتاج 360 و200. طب خليك معايا في اسئله لحضرتك عايز اسالها. لا هو يعني هو بيحكي كمان هل ممكن ده يجي عن عدوى من وحده مريضه كان من ده حاجه؟ السمعه الاخيره ايه؟ بقول لسيادتك ممكن السكر ده يتنقل عدوى من وحده مريضه كان من ده حاجه؟ لا لا ما بيتنقلش عدوى، لا لا ما فيش العدوى. وحضرتك اللي بتشرحه ده هو ده الحاله الطبيعيه للسكر. في الاول مع بدايه التشخيص بنحتاج لجرعات عاليه، وبعد كده بندخل في مرحله اسمها مرحله شهر العسل. البنكرياس بيبقى فيه موجود لسه شويه انسولين بيطلعوا، فبيخلي احتياجي للانسولين يقل اللي حضرتك بتشرحه بالظبط. يبدا السكر يبدا يقل تاني، واحنا بنقلل الجرعات فعلا في شهر العسل ده او في مرحله شهر العسل. بس زي ما احنا عارفين ان شهر العسل ده مرحله في العمر بتيجي شويه وبتخلص وتاخد الوقت اللي تاخده. فحضرتك بنستمر على التحاليل، بنستمر على الانسولين، بنقلل الجرعه حقيقي، انما في اي مرحله ممكن السكر يعلى تاني برجع اعلي الانسولين تاني. فده وضع طبيعي مش غريب، يعني حضرتك اللي بتقوله ده دي حاجه طبيعيه، والولد كويس وان شاء الله هيبقى كويس خالص. استاذ عماد من الايوبيه. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء النور. من فضلك انا كنت عاوز اسال الدكتوره، انا المدام عندي من كتر خوفها من السكر هي بتخاف تدي الطفل اللي هو ابني اي جرعات سكر، هو عنده 4 شهور ونص دلوقتي. نعم. هل ممكن هو ياخد اي حاجه فيها سكريات ولا ممكن ده يبقى بعد فتره معينه بعد 6 شهور او اكتر؟ 4 شهور ونص ده ما ياخدش حاجه غير لبن الام، ده كده كبدايه، وعندها الف حق في اللي هي بتعمله انها ما بتديش اي حاجه غير لبن الام. لغايه قريب قوي كان الكلام بيتقال لمده 6 شهور ما ندخلش اي حاجه غريبه او جديده غير لبن الام. حاليا بيدرسوا ان هو يخلوها لمده سنه، وده يبقى تعذيب للامهات، يعني ان هو عايز يقعدها سنه كامله ما يديش اكلات من بره، انما خلينا في الوسط قبل 6 شهور ما بنديش اي اكله خارجيه، بعد 6 شهور نبدا ندي الخضار، دي ده الوصفه الاولى، يعني سيريلاك والحاجات دي كل ده بعد 6 شهور. خالد مدينه نصر. يا فندم. اتفضل حضرتك. هو بعد اذن حضرتك، السلام عليكم. وعليكم السلام. هو بعد اذن حضرتك انا بسال على، احنا كنا سامعين قريب في مؤتمر ان في علاج عن طريق الخلايا الجذعيه. تمام. فانا بشوف مدى صحه الكلام ده، وهل ممكن ندخل اولادنا يعملوا الحاجات دي ولا لا؟ الخلايا الجذعيه دي عباره عن هو بياخد خلايا من نفس الطفل يحولها الى خلايا مفرزه للانسولين ويرجع يحقنها فيه تاني. خلاص. انما احنا اتفقنا من الاول ان السبب في المرض هو اضطراب في الجهاز المناعي، فالخلايا اللي هي مزروعه تاني بترجع تتكسر تاني، فبالتالي بالتالي خلايا جذعيه على اولادنا حاليا لو سمحتم ما تعملوهاش وما تفكروش فيها. الابحاث فيها لا تتوقف ولا تنتهي، انما احنا عرضه ان احنا نعمل هذه العمليه باي شكل، وبعد مرحله ترجع الخلايا تتكسر تاني. فانا مش هعرض ولادنا في هذه المرحله لان احنا نعمل هذه التجربه. لما التجارب تثبت ان الكلام ده هيبقى ناجح وان هو يتعمم على البشر وان يبقى كل حاجه من 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 خلال البرنامج مساء الخير هيبقى اول حد بيعلن هذا الكلام. ان شاء الله. لغايه دلوقتي احنا بناخد علاجنا اللي بالانسولين، هو ده علاجنا الصح عشان نحافظ على ولادنا. طيب معايا هبه مدينه نصر. اتفضلي هبه. ايوه لو سمحت انا كنت عايزه اكلم الدكتوره. اتفضلي. اتفضلي واقفلي التلفزيون بس. طيب ماشي سوري معلش. ايوه دكتوره. اتفضلي يا حبيبتي اهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتوره انا ابني من شهرين السكر بتاعه اكتشفت ان هو يعني السكر عالي ل 420 كان فجأة. ايوه. وعملنا تراكمي وكده طلع النسبة بتاعته 6.3. ودلوقتي هو مع الدكتوره بتاعته وقفت له الانسولين، هو ما بياخدش انسولين. ايوه. وبياكل كويس، يعني بياكل ماشي طبيعي، بس انا طبعا عامله كنترول بس مش كنترول قوي، يعني هو بياكل شوكولاته بياكل حلويات.
وبقيس له على طول، فدايما يعني السكر بتاعه بيبقى 120 130 ساعات كتير قوي بيبقى 90. فهو كده يعني كده كويس، مش هيحتاج انسولين ان شاء الله ربنا سهل. يعني هو ممكن يكون المرحله اللي قالي فيها السكر دي كان هو عيان ساعتها، او كان عيان حاجه زياده، فعشان كده السكر عالي في مرحله كانت مؤقته ونزلت. او ممكن تبقى حاجه تانية، ممكن يبقى نوع من شهر العسل القوي اللي هو بيخليه ان هو مش محتاج انسولين خالص، وبعد فتره يرجع تاني. عشان كده دكتوره حضرتك نصحتك بايه؟ بان انت بتعملي التحاليل على طول، يعني انت تابعيه في التحاليل. لو هي كان حاجه عرضيه مش هترجع تاني، انما لو هو سكر يبقى احنا ما خسرناش الطفل التدخل المبكر في الوقت المناسب. اتصال تليفوني منار من المنصوره، اتفضلي منار. السلام عليكم، بتكلم دكتوره؟ اتفضلي وعلي صوتك. طيب لو سمحت يا دكتوره، انا حامل دلوقتي يعني في بدايه الخير وعندي سكر وباخد انسولين، بس انا ما خدتش انسولين الا لما حصل حمل. يعني انت عندك كام سنه دلوقتي؟ انا عندي دلوقتي 30 سنه. 30 سنه، اتفضلي. ومعايا ولدين، قبل كده حصل حمل ومعايا ولدين، وبعدين حصل الحمل ده وكان عندي بدايه سكر بسيطه، ولما حصل الحمل الدكتور قال لي لازم ناخد انسولين في الحمل. تمام. يعني هو دلوقتي جاي لي تقريبا السكر بقاله سنه بس بالظبط. تمام. فانا خايفه ان البيبي ده يطلع عنده سكر وعندي تقلق. لا ما تخافيش، ده سكر، ده سكر حمل، ما تخافيش على الطفل. ان شاء الله. بس مهم قوي ان انت كمان بعد الولاده ان احنا نشوف الدنيا هتمشي ازاي. يعني ده مهم قوي. ومعروف ان علاج سكر الحمل ما ينفعش الا بالانسولين، لان الادويه ممكن تاذي الجنين، انما الجنين ما تخافيش عليه، ما فيش مشكله ان شاء الله. تطمن باذن الله. اطمني عليه ان شاء الله. شفى الله كل مريض. بشكر ضيفتي الكريمه دكتوره منى السماحي، استاذ طب الاطفال ورئيس وحده السكر بجامعه عين شمس. بشكر حضرتك وسعدناك. حلقتنا انتهت النهارده من مساء الخير، وبكره باذن الله اشوفكم على خير زي هذا الوقت من 3 ساعات كده الساعه 10 بالليل. Thank you.